السابقة، السيد رئيس المجلس الشعبي البلاد، السادة أعضاء اللجنة الأمنية، السادة أعضاء البرلمان الوقتي، السادة عضوي المجلس الأعلى للشباب، السيدات والسادة الأساتذة الباحثين والمؤرخين المشاركين في فعاليات هذا المنطقة من كل ربوع وطن خارج، السادة ممثلي الأسرة الفورية، السيدات والسادة إطارات البداية والمنتخبون المحليين، أسرة الصحافة والإعلام، السيدات والسادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يسعدنا ويشرفنا أن نتوجه إليكم جميعا من هذا المنبر بتحية أخوية عطرة للتهنئة وأسوأ التقدير والإحترام. كما أرحب بكل الأخوة بكل الأخوات والأخوة والضيوف الكرام من مختلف ولايات الوطن المشاركين بفعاليات هذا المنطقة الوطني الثاني حول مآسي الأمير عبد القادر. شخصية بوحميدي الوضعاز الذي تحس وتفتخر ولايتنا التاريخية كثيرا باحتضانه بمناسبة إحياء الذكرى 68 لبناء الثورة التحريرية المقدسة الخالدة. لنصف أذكر معا بعيد ثاني بوفاء شخصية ومآثر العظماء الذين عرفوا بمقاومتهم الشعبية وتضحياتهم الكبيرة في سبيل أن تحيا الجزائر الشامخة الأبدية. إن هذا الملتقى يهدف إلى الإلمام والتعريف بشخصية بارزة من أبناء البررة لمنطقة والهصة بولاية عين الشمس الذي عرف بشجاعته وبسالته ومخته للمستعمر المستبد وبإخلاصه ووفائه للأمير عبد القادر ومساندته في مسيرته النضالية. تميز شخصه بالأدب والأخلاق الرفيعة والخصال الحميدة، كما كان من بين الشخصيات الدامعة التي استند عليها الأمير عبد القادر لرص المعالي الدول القائمة على معايير الكفاءة والنزاهة العدالة وصون الحقوق، فعينه في منصب خليفة على غرب دولة الأمير عبد القادر. إن تناول شخصية البوحميدي والهاصي بهذا المنطقة تلزمنا بأن نعرج بالحديث عن معركة سيدي يعقوب البارزة في تاريخ منطقة عين الشمس، وكذا مسجد البوحميدي والهاصي الذي يعد معلما تاريخيا مميزا ومنارة كان يتواجد عليها الأمير عبد القادر لنهب العلوم والقرآن. كما لا يفوتنا في هذا المقام الحديث عن معاهدة تافنة التي تم إبرامها بقرب من وادي تافنة بين ولايتي تلمسان وعين الشمس، وكانت معاهدة قد خلدها التاريخ وجعلها مظهرة كبيرة للمنطقة الغربية وللجزائر ككل. يتسابق الباحثون والمؤرخون بتدوين حيثياتها ودراسة أثارها في سير عجائب التاريخ. لقد لاحظتم دون شك ما تسقط به ولايتنا على غيارنا ودربنا الحديث من مآثر ومعالم تاريخية هامة تخلد شخصيات مروا منهما، فكانوا فعلا لمن صدقوا ما عاهدوا الله عليه في اجتثاث براغيث الاستعمار من الجزائر، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. رحم الله الشهداء الابرار واطالة الاعمار المجاهدين الاخيار. التاريخ الحي الذي نعيش نفحاته اليوم هو بيننا، يجزم علينا الاستمرار في النهج من تجارب ابناء الجزائر الاولين في اخلاصهم ووفائهم للوطن. وما تزامن القمة العربية مع هذا التاريخ العزيز على قلوب جميع الجزائريين إلا رمزية لاستلهام العبر واستخلاص الدروس من ثورتنا المجيدة الخالدة والحرص على دم الشمل الدول العربية إيمان بمبدأ قوة العربي توافقهم ووحدتهم لإطلاق من جديد مؤشرات عمل عربي مشترك وفعال على جميع الأصعدة. سيدات فضليات سادة الأخوة، اسمحوا لي أن أقتنم هذه السامحة الطيبة لندعو الباحثين والمؤرخين والأساتذة والطلبة الجامعيين إلى أن يعكفوا على مواصلة البحث والتعمق في تاريخ الجزائر الزاخر بالأمجاد والبطولات تحديدا لعبارات، مع الحرص على تدوين وتوفيق الدراسات والمحاضرات وتدريبها إلى بناتنا وأبنائنا ليحذوا حذوهم ويقتدوا بمآثرهم حتى يكونوا خير خالق من خير سلف لبلوغ التقي المنشود ولتبقى مسيرة هؤلاء الرجال في ضمائرنا لبراسة نبتدى به في وقعنا. وفي الختام اسمحوا لي أن أجدد التحية والترحيب بالسيدات والسادة الحضور ونعلن رسميا عن افتتاح هذا الملتقى متمنيا أن تكون أشغاله بالتوفيق والنجاح. شكرا لكم على حسن الإصغاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.